اقتربت ساعة الحسم لتحرير جزء اغتصبه التكفيريون في عراقنا الغالي، ليبدأ بعدها العيش في كافة أرجاء العراق على يدي رجال القوات العراقية المسلحة. على طاولة الحوار اليوم يسرني أن يكون ضيفي اللواء فاضل البرواري، قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب. أهلا وسهلا فيك سيادة اللواء. أولا نبارك لكم تحرير الجزء الكبير من محافظة نيوة، ونبدأ بالبداية، ما هي العمليات العسكرية في تحرير الموصل؟ بصراحة موصل مدينة كبيرة، يعني ربع بغداد، يعني أكثر مليون وشوية، هسه داخل موصل 1.8 مليون. احنا من جينا منطقة خازر، بدينا بالعمليات على حافة البرطلة وقرى يخص بالبرطلة، نظفنا كلها. احنا هسه حاليا 5 كيلو الى 6 كيلو الى مدينة موصل، واحنا توقفنا حاليا لننظف هاي مناطق البرطلة والقرى الاطراف منها والحمدانية، ان هاي الحادة كلها جوا سيطر عليه جهات مكافحة الإرهاب، والناس البرطلة يجون يشوفوا بيوتهم، ناس حمدانية يشوفوا بيوتهم. وهنا جبنا أفواج طوارئ من شرطة موصل، من حمدانية ومن برطلة، راح يمسكون الأرض، وإن شاء الله بعد كم يوم القادم راح نتقدم الموصل الحبيبة. قمتم بتأمين المدنيين ليرموا المنازل منازلهم كما ذكرت قبل قليل؟ بصراحة طبزة، ولقينا عوائل بي ساكنين مدنيين أكثرهم شبك، حد الآن 1700 تقريبا وصلوا سلموا نفسهم، وجبنا على خيمة مخيمات الخازر استلموا من عندنا الأمم المتحدة، وحاليا احنا باقين على ساعة صفر ندخل مدينة موصل. سيادة اللواء، ما هو الفرق بين كانت عملية أو تدخل جهاز مكافحة الإرهاب في تحرير محافظة صلاح الدين والأنبار، والفرق بينها وبين تحرير مدينة الموصل؟ بصراحة أنا صار بالبداية، يعني من 2003 دربنا التدريب خاص، عمليات الخاصة الأمريكية دربونا وشكلوا فرقة واحدة لل 2007 2008. هاي الفرقة ان كان قبل تنظيم القاعدة زرقاوي وسام بن لادن وابو حفص وابو طلعة، كان هذول مسؤولين تنظيم قاعدة بس مثل ما فارس كان. حاليا من جاء دواعش جاب من رمادي 2014، من دخلنا رمادي سنتين يعني 6 7 شهور نقاتل دواعش، من رمادي إلى تكريت إلى سامراء إلى بلد إلى ديالة إلى المناطق اللي حاور بي. هناك معقلات واجهتكم أثناء دخولكم لمدينة الموصل؟ بصراحة بالبداية ويا رمادي أعطينا خسارة، لأن فخهم بيوت كان قدام جهاز مكافحة الإرهاب، ومن تصير رمي لو تعبان يجون يدخلون البيت، بيت فجر عليهم يكون جوا البيوت. بس تعلمنا هواية يعني شغلات مال دواعش، وقدرنا نسيطر عليهم بالرمادي، تكريت، بيجي، بقيارة، وإن شاء الله موصلهم من جينا. هم رادوا بكل وسائل يقاتلونا، حتى 15 سيارة مفخة يعني بكل محاور دازلنا، بس من بعيد قدرنا نعالج سيارات ما توصل قطاعتنا. سيادة اللواء، هناك بعض العوائل أو العالقة بقبضة داعش، كيف يمكن أن تخلصون من هذا الموضوع، وما هي الخطة التي تتبعونها حاليا لتخليص بعض المدنيين من قبضة داعش؟ احنا بصراحة عندنا أي خبرة، يعني بالرمادي عندنا وبالقيارة عندنا وبتكريت وبيجة عندنا. العوائل أتمنى من عوائل موصلية من نتقدم يبعدون من مكان قتال داعش، ولو احنا نبرس بين عائله وبين دواعش، لان جماعتنا مدربين تدريب جيد، وان شاء الله ما نعطي خساره واحد شخص موصل ومنطقه منطقه راح نطوقها. مع العلم ان داعش يحتمي الان بالمدنيين ليجعل من المدنيين كارت الضغط على
القوات العراقية. صحيح نعرف هاي كلها، بس إن شاء الله مثل باقي المدن منطقة منطقة نطوقة وكون دواعش ما تبقى بسهل أهل المدني، ويريد يبقى بمنزله يبقى بمنزله نحمي، ويريد يطلع عندنا سيارات وعندنا إمكانية نحول على الكامبات المكان آمن كون لهم. طبعا سمعنا أنكم عملتم بعض الخطوط اللي يتمكن أهالي الموصل من الاتصال بكم في حال حدوث أي طارئ أو أي شيء، كيف كان التعاون أهل الموصل معكم بهذا الموضوع؟ والله احنا نتمنى يعني اهل الموصل كل يتعاونوا، مو كم شخص عندنا يعني اللي يشتغلون عندنا بس هم عراقيين، هم كلهم عراقيين، احنا جيش عراقي وشرطه عراقيه وامن العراقي، كلنا بدنا نحمي نخلص عوائل الموصل، احنا ما جايين يعني من بصره، جاي من عماره، جاي من دهوك، جاي زاخو، جاي من اي مكان، جاي العراق يريد يخلص هذول العوائل جوا ضغط الدواعشية. سياده اللواء، الموصل اصبح حديث المجتمع الدولي والمجتمع العربي والشارع العراقي بشكل خاص. الآن ينتظر منكم الشعب العراقي أن تهيئوا لهم مفاجأة كبيرة في موضوع تحرير الموصل. ما هي الألغاز التي رأيتها أثناء بداية تحرير هذه المحافظة وأنتم ألقيتم القبض على بعض الدواعش؟ ما هي الأسرار التي حدثوكم عنها من بداية دخولهم إلى الموصل؟ بصراحة أنا ما لازم أي دواعشي، لأن إحنا ما عندنا أسير داعشي. نعم. وهم يقاتلون إحنا نقاتلهم. وبصراحة أنت خسارة بثمانين شخص جثته موجودة بالمناطق، إحنا أخذنا أطراف البرطلة وبرطلة موجود جثتهم بالشوارع وبالفروع وبالبيوت. هم أكثر شيء يتعاملون بالخنادق، يعني خندق حافرين يعني من جو البعشيقة لما تروح الجوجلي كل حفرة واحدة 17-16-15 كيلو يحفرون، يعني مو القتال لأن ما قاتلوا به، انهزموا به. وبصراحة للأهل الموصل أقول مرة الأخ، أتمنى من صير قتال يكون بيوتهم قاعدين ما يطلعون عوائلهم شوارع، لأن مناطق مفخخة يقعون بالألغام يدمرون جهالهم، هم محسوبة بعدين علينا. احنا نريد نخلصهم بطريقة مالتنا تكتيكية، نخلص من موصل إلى مخيمات وكون آمنين وسالمين. الأحداث التي تجري الآن في الموصل أو تحرير الموصل، أنتم كنتم على استعداد لها منذ عام تقريباً، كيف كانت البداية لترتيب دخول الجيش العراقي إلى الموصل؟ بصراحة موصل مو قبل سنة وكنت في موصل، احنا كان احنا أهمية فلوجة، فلوجة قريبة على بغداد العاصمة. نعم. ويبقى نقطة هم داخل فلوجة تأثر على الرمادي، تأثر على التكريت، تأثر على حلة وكربلة، على بغداد. احنا أول مرة بدينا بالفلوجة نظفنا وهيت وجزيرة البكرية وما بكرية، هاي بصفحة ثانية قبال البغدادية، هاي نظفوها يعني، هاي وجزيرة خالدية نظفوا، هي كان أهم من الموصل. موصل جاء وقتها أخير مرحلة داعش. نعم. من يسحقوا من الموصل تلعفر بعد اسم داعش ما تبقى. سيادة اللواء، الحكومة المركزية كانت منذ آونة قليل في الفترة الماضية على حساسية بينها وبين أقليم كردستان، ولكنهم وصلوا إلى طاولة الحوار على اتفاق بتحرير الموصل مع قادة البشمركة. ما هو التعاون كان بينكم لتحرير منطقة الموصل؟ بصراحة الجناب الرئيس سعود البارزاني من رحل بغداد، هاي خطوة جيدة كان. نعم. وصار تنسيق بين السياسيين. وبصراحة البيشمركة من جانب أربيل رحبوا بينا، وحد الآن القادة البيشمركة والبيشمركة الأبسط والشعب الكردي كله تهلهل الجيش العراقي، وأول مرة الجيش العراقي والبيشمركة تقاتل بخندق واحد وعدو واحد، يد واحد وعدو واحد، يعني هاي شيء يعني كل زين. اليوم هم جناب المسعود البرزاني، عمار الحكيم مسؤول التحالف الوطني. نعم. اجتماع فوق الجبل زردك، اجتماع جيد كان، واحنا موجودين كان بالمؤتمر. نعم. شيء جيد يعني تواصل السياسيين العراقيين كأي واحد صير
صدقني العراق ما حتقدر تحرج به وما نخاف من احد اذا احنا سوا. برايك هذه ستكون افتتاحيه خير لكلا الطرفين من جهه الحكومه المركزيه ومن جهه حكومه اقليم كردستان؟ نتمنى العراق كلها تصير واحد قلت لك، يعني اهم شيء العراق يصير واحد، سياسيين الشعب يصير واحد. بس اذا تحركات السياسيين كل من يتلها نتفائل في ما بعد تحرير الموصل بين الحكومتين. والله انا مو سياسي بس انا كعراقي ماذا تتمنى؟ وده قاتل. أن اتمنى العراق كله واحد وكل شخص عراقي عنده حقه حريته. دولة ديمقراطية، ما من ديمقراطية نعيش، كل واحد حريته اكو. كيف تعاملوا معكم الان في عملية التحرير اهالي الموصل تحديدا؟ والله لزمنا، يعني اجوا هواي ناس سلمونا باسمهم وحلالهم وهم جو ورحبنا بهم واكل جنوننا والماي جنوننا طينا لهم، لان هذول جايين كل شيء ما عندهم، اطفال وشيوخ ونسوان كبار بالعمر. كانت المدينه يعني لا يوجد فيها اي شيء من ماكل مشرب كهرباء؟ عندهم بس شيء بسيط، يعني شيء يومي مشون روحهم به. يعني هواي لزمنا قبل ما نقدر نسوان ودي الموصل دكتور. قلت ليش؟ قال لازم نلبسه ملقب. طبعا ما يقدر، ما عنده ملقب، وين يودي الموصل؟ مرته يودي الموصل وعائلته يودي الموصل، يعني هواية مع اساس شوف اهل الموصل. احنا نتمنى يعني هم يعرفون احنا جايين لان نخلصهم، مو جايين ضدهم ولا عندنا شيء وياهم، لان احنا محققين ولا احنا عسكر نخلص داعش من الموصل. عندنا هسه مصادر داخل الموصل وناس الغياره اكو بالموصل، معلومات كامله عندنا، تحركاتهم كل شيء عندنا داخل الموصل جاي يسوون. مشاهدينا فاصل ونعود لمتابعة برنامج على طاولة الحوار. مشاهدينا عدنا لمتابعة برنامج على طاولة الحوار مع اللواء فاضل البرواري قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب. أهلا وسهلا بك مرة ثانية. قبل قليل تحدثنا عن موضوع داعش وسوريا والموصل، الآن هل هناك برأيك إمكانية لقطع الإمداد لداعش للوصول إلى سوريا؟ بصراحة هم عندهم طريق واحد، عندهم طريقين، عندهم واحدة بالجزيرة يمشون للإبعاج والأخ من تل عفر للإبعاج، هاي طريقين عندهم. ستقومون بقطع هذا الطريق؟ ليش تغلون باقي المحاور إن شاء الله يوصلون، وهي مرحلة ثانية إن شاء الله تل عفر وبعاج والمنطقة الحدودية كلها تنظف حدود كلها يمسك بدون بعد داعش ما يشوف العراق ولا يقدر يدخل العراق. برأيك ماذا تتوقع من مفاجأة عند دخولكم مدينة الموصل؟ والله مفاجأة أن يصير بشر كل العراق مولية كل عالم، واتمنى يوم سقوط الموصل صار بيدنا، هاي يوم صار عطله رسميه كل سنه وكل دول مو بس العراق، لان داعش ما جاء على العراق، جاء تسوي الى كافه الوطن العربي، كافه الوطن العربي والدول الاوروبيه والكل. باحثين امريكيون اكدوا على ان داعش ينوي جرء القوات العراقيه لحرب شوارع واحتوائهم إلى دور الأهالي ومراكز عيشهم، كيف ستتصرفون بهذا الوضع؟ بصراحة احنا قاتلناهم بالمدن وعندنا تجارب بالمدن، نتمنى يقاتلونا ويكفهم صدرنا. برط الله منطقة كبيرة، نعم، احطابي وقاتلوا شاف دقائق انكسروا. كيف كانت معركتكم في برط الله؟ برط الله يعني معركة ما طول ساعات، عافوا دباباتهم، عافوا مدافعهم، عافوا اسلحتهم المتوسطة، عافوا في كمواتهم. لديهم كافة الاسلحة الموجودة من دبابات أشياء قتالية؟ لزمنا دبابة تي 55 من سوريا جايبين، رقم سوريا بجيش سوري. نعم. ولزمنا اثنين مدفع 155. ولزمنا هواية أحاديات البيكامات، عايفين ومهزومين. كيف كان تعامل طيران التحالف الجوي مع القوات العراقية؟ والله تحالف يعني كلهم يعني
يعني ويانا يعني شن نريد معلومات كامل نعطي استطلاع ضربات جوية دي يتعاملون أنا تعامل جيد. سيادة اللواء تقارير دولية قالت وجزمت بفرار العشرات من داعش إلى سوريا بأرض مكشوفة. أين سلاح الجوي لقنص داعش في هذه الأرض؟ هي حدود كل شبيرة وأهالي من يهزمون يأخذون أهاليهم وياهم. يعني كلهم عندهم عوائل، عندهم ما عنده عائلة مزوج واحدة يأخذها بالسيارة، الطيارة تشوفها مرة بي ولو طفل بي له هاي طيارة ما تضرب، ما تشوف عوائل ما تضرب. يعني بفهم منك إنه البعض من داعش من أهالي الموصل، من أهالي المدينة. داعش هواياكم موصل يعني من أهالي المدينة. من أهل المدينة هواياكم، أسماء عندنا وقوائم عندنا وصور عندنا ويدو عايش ونفس الملابس ونفس الهاي. كل شيء عندنا معلومات كاملة عن الموصل عندنا. داعش من أي أغلبية من أي بلد؟ أكثر شيء بقوقاسين ومن كل دول بي ولزم تاني حتى الهنود لزمت حتى اليابانيين حتى الصينيين لزمنا بالرمادي. يعني نعم. كلهم قزم وصغار وبيجي عندهم هاي اللي يضربون طيران سام هم كلهم كانوا من الصين. يعني من كل دول مشاركة، ما هتقول أنا ما عندي، من كل دول موجود. سيادة اللواء، ما هي الترتيبات بالنسبة للمدنيين أثناء المعركة في الموصل، خاصة أنها ستكون معركة شوارع؟ شوارع صح. معركة شوارع. ما هي الإجراءات التي ستتخذونها بالنسبة للمدنيين الموجودين في قلب المدينة؟ وأنا هواي مرة كررت، أهل المدينة ليطلعون بيوتهم ولا يقربون المكان دواعش بي يرمون بي، لان احنا نعرف يصعدون بسطوح قنص مالهم هاي، بس نقدر تدريبنا راقي كلش نقدر نقتلهم، كن مدني ما يتاثر منطقه نحطنها نكملها وبسماعات نصيحهم تعال فلان مكان، ويريدون بيوتهم يبقون، يريدون يرجعون للخلف الى كامبات الامم المتحده احنا حاضرين اليوم. كيف تقيمون سير المعركة عسكريا حتى الآن؟ والله معركة بداية حتى الآن احنا مسيطرين، بس باقي عندنا خطط، مو بيوم واحد ندخل الموصل، لازم انت تفكر بالعوائل اكثر ما تفكر بنفسك. نعم. تفكر بعوائل يعني عوائلنا هاي. نعم. نفكر بيهم اكثر من نفسنا. انا من تعبر من جوجلي وهاي مناطق كلها عوائل ساكنة. يعني تدخل خط هذه العوائل لازم نخطط شلون ندخل وشلون نرتب نخلص عوائل. سيادة اللواء، برأيك معركة الموصل متوازية مع معركة الرقة؟ رقة مو دولتي ولا نعم. لي شغلة برقة، لكنهم متواصلين بهذه المنطقة. إن شاء الله نخلص الموصل ونخلص على أهالي موصل وناخذ حدودنا بعد ما يقدرون يعبرون العراق، لأن هاي صار درس لكل العراق. لازم احنا حدودنا نمسك مسك قوي، كل ما حد يعبر ولا قشخ ولا شيء، نخلي مجال أجنبي يدخل بلدنا. ما هو التنسيق بينكم وبين سلاح جو التحالف؟ والله احنا التحالف يعني كعدو واحد عندنا ويعاوننا بكل شيء يريدون يخلصون من هذول داعش. برأيك من الذي خلق داعش؟ داعش هم نفسهم، تنظيم القاعدة هي خلقت داعش. سيادة اللواء، سنتابع معك الحديث لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود. مشاهدينا، عدنا لمتابعة حديثنا مع سيادة اللواء فاضل البرواري حول أحداث الموصل مؤخرا. سيادة اللواء، كيف ستكون عملية الإنزال الجوي في مدينة الموصل مع العلم أن الموصل فيها أراضي واسعة وشاسعة؟ بصراحة احنا عندنا كجهاز مكافحة الإرهاب كدربنا كل شيء قتال، المناطق المبنية ومناطق زراعية ومناطق المفتوحة.
ما اقدر يعني اقول لك شلون ننزل، لان احنا عندنا عدو قدامنا وما نكشف خططنا شلون ندخل، شلون نسوي انزال، شلون ناخذ مناطق مناطق، هاي بعدين تشوفون انتم تتابعون ويانا داخل الموصل شلون نقدر نسيطر منطقه منطقه ونحصرهم وما نخلي يخلص واحد من الموصل. سيادة اللواء، هناك تسريبات صحفية تقول بتوقف إطلاق النار، ما مدى صحة هذا الخبر؟ احنا عندنا خطط وعندنا توقيتات لكل محاور. عندنا محاور بعيدة عن الموصل، يقربون عن الموصل، وبآنة واحدة ندخل من كل محاور ونضغط عليهم، ومن هسه الأجانب هوايا فاروا من الموصل إلى أبعاج إلى تلافر بحجة عوائدهم يطلعون ويفلتون يروحون رقة بسوريا. سأعود للحديث عن الرقة. برأيك هل المعطيات الراهنة عسكريا تدل على انطلاق معركة الرقة بالتوازن مع معركة الموصل؟ والله ما مثل ما بتعرفوا أن الرقة هي تحتلها داعش، هي قلبهم موصل. نعم. قلب الثاني عندهم رقة. نعم. كان عندهم رمادي. نعم. رمادي وبيجي، بيجي ورمادي راح منهم. وبقى موصل، بقى رقة. موصل من يخلص هاي انتهى داعش، أقول لك ما يبقى ولا برقة ولا بمكان يبقى ولا اسمه يبقى، كل زين لحياتهم. نعم. اللي يقدر ينتحر ينتحر، اللي ما عنده جواز مشغول جوازه وضابط بحدود دول وجاية. نعم. هاي ما يقدر يرجع بعد الدولة ماله بدون جواز. نعم. والباقي كله ينقتل وما يكون اسم داعش مثل قبل تنظيم قاعدة ومثل قبل فلان وفلان، هذول ما يبقون. الآن بدأت ساعة الصفر بالنسبة لدخول مدينة الموصل. ماذا تتوقع في عند دخولكم مدينة الموصل؟ بصراحة احنا عندنا مراحل، مرحلة مرحلة. احنا بعيدين عن الموصل 5 كيلومتر. نعم. قربنا على الموصل 5 كيلومتر. من تجيني أمر من قيادة المشتركة، من قائد القوات المسلحة، من يعطينا امر للدخول، الدخول ان شاء الله سهله كلش، بس احنا خايفين اكثر شيء من اولادنا بالموصل. السبب؟ سبب عدد كبير بالموصل، مو مثل باقي المحافظات. كان لنا 1,800,700 اشخاص داخل المدينه، وكل بيت عندي معلومات اكو بيوت بخمسه عوائل، هاي نازحين من اطراف الموصل داخلين ويا النسابة ويا القرابة، بيوت العالم قاعدين، يعني بيت قرايب قاعد، 5 عائل بيت قاعدين. نعم. مكان ماكو سكن. نعم. يعني حتى بالبرطلة شوفها، بهاي المناطق برطلة كاتب هاي بيت كردي، بيت سني، بيت شيعي، بيت دولة الإسلامية. هاي من يزوجهم واحد يقول انطق بيت مال مسيحي بالبرطلة، مثل بيت واحد كردي بالدرقزية مهزوم. نعم. هاي لك، هاي بيت مسيحي فلان مكان لك، بيت شيعي فلان مكان هاي لك، يزوجون يقول بيت انطيك مال هذا. داعش تقوم بهذا، داعش يوزعون كان. نعم. بالموصل. هاي احنا ما عندنا هاي طائفيه، ما عندنا ان شاء الله ندخل الموصل كلنا. نعم. عائله واحده وكلنا عراقيين، واتمنى من شعب الموصل اللي عنده شيء هم من هاي دقه يبطل ويرجع الى صفوف العراق، لان داعش ولا دوله اسلاميه ما تقدر تحمي احد داخل العراق. قانون العراقي. سيادة اللواء، في داخلك هناك خوف من هذا، من دخول مدينة الموصل؟ أنا أقول لك بس مثال، أقول لك أنا بالصوفية كنت برمادي، مرة كبيرة شايل علم وتجي طريقي على السدة جاية، إجا يعني تقريبا بيني وبينه 300 متر، وصاحوا جنود بسمع يوم لا تجي هنا روح على الفرع الأخ، ومره ما تسمع اجى نص الالغام فجر بي، مره كبيره عند بيت امي فجر بي الغام ما لقى حتى عظمايه منها، داس على اللغمه كبيره تفجر عليه. نعم. يعني هاي احنا ما نحسب هاي رماديه، هاي دليميه، هاي بصراويه، هاي عراقيه. نعم. احنا نخاف ابسط طفل، اكبر شيخنا، اكبر مره بالعمر، هاي كلها عائلتنا، احنا نخاف عليهم ما يتاثرون عليهم هالقد. ما نتمنى دم يطلع من اي شخص عراقي. نعم. احنا جايين نخلصهم طريقه كاحنا مدربين عليه، ما نريد نعطي خساره للاطفال العراقي، دم يصير رقبتنا، خساره للمدنيين، دم يصير رقبتنا،
احنا هدفنا نخلص طريقه مالتنا وباكر ننجح من سقوط الموصل ونخلص اوائل الموصل كون باكر مثل باقي المحافظات نطلع ابشن ورانا. سيادة اللواء، هل من الممكن ان تحدثنا عن بعض الاشياء التي حدثت معك اثناء مثلا بدايه تحرير الموصل، من سواء كان من الاهالي او من او حتى من داعش؟ بصراحه انا تألمت من يجون هذول العوائل ملابس مشقوقه، ما لابسين حذاء، ما عندهم شيء، يعني تنقهر صابون ماكو يذبحون. شوف الاولادهم اطفالهم نسائهم شيوخهم، يعني تبكي عليه، يعني مو تقول هاي عربي هاي كردي هاي فلان. انسانيه لازم واحد عنده ضمير وانسانيه. صدقني انا شفتهم هذه الدجاج مشقوقه ودي يجون، يعني ما حد شايل لاقى صابون خبز، ما شايل احد، ما عندهم، يعني دي عايش نفسهم شلون ما ادري، هاي سنتين شلون عايش نفسهم ما ادري. انا واحد انسانيا ينقهر، يعني يوميا اطفالنا جهالنا يتونسون يطلعون يطلبون هذا كل شيء ما عندهم، حياتهم بالظلم بالظلم سنتين، يعني لو بالسجن احسن لهم، بالسجن اكو حمام اكو شامبو اكو صابون يذبح، بس هذول عايشين يعني برعب واحد ينقهر عليهم. نعم. لنقول متى يمكن لأهالي الموصل أن يعاودوا إلى ديارهم في الفترة المقبلة؟ بصراحة الحمدانية وبرطلة نظفنا من لغمة من كل شيء، ونتمنى حتى القديس مالهم إجا زارنا بالكنائس، ولو نعم. كنائس كلها محروقة حرقين. نعم. ومدارس دينية مالتهم حرقين. اجوا اول البارح يمنا وقلنا المدير ناحيه وقلنا الاعضاء الناحيه اهالي خلي يرجعون اي وقت، نظموا تعال مناطقكم، هم خلينا مسيحيين من الممكن ان يعودوا الى ديارهم، من اهل المدينه خلينا، بس هم يخافون لحد الان لمن ناخذ هاي المناطق اللي قدامنا كم كيلو نروح للقدم اللي قدام على مود ما نشوف اي شيء، يقدرون يعني يرجعون مناطقهم بيوتهم امنه و يرجعون بيوتهم يعيشون ان شاء الله، وهم يحمون نفسهم، لان كل منطقه يسوي كم فوج من عندهم هاي الشعبي وشرطه الطوارئ مال الموصل، هم يستلموا مكانهم وديارهم، وهاي ديارهم مو ديارنا. نعم. متى وقت تقريبي؟ متى يمكن وقتها اليوم ان شاء الله؟ متى بشكل تقريبي يمكن دخولكم الى مدينه الموصل؟ انا بصراحه عندنا الساعه 0، انا ما اعرف يا يوم يا دقيقه، بس تجي اوقات وتسمع بشكل تقريبي، يعني تسمع انت ايام الجايه، تسمع ايام القليله، تسمع راح ندخل من كل مناطق وان شاء الله راح ندخل. هل هناك مفاجاه للشعب العراقي؟ ان شاء الله ان شاء الله، دائما نعطيهم مفاجات تكون يسمعون، خاصه اهل الموصل، لان احنا كلنا قلبنا وياهم، هم هسه يمكن ماي بارد ماكو يشربون، يمكن ميتين بلد ماكو كهرب لهم، يعني كنا قلقين على اهل الموصل. احنا اتمنى نخلص موصل بدون اي طفل اي شيء ينجرح اسمه عراقي داخل موصل. سيادة اللواء، ما هو التنسيق بينكم وبين قوات البشمكة؟ ما هو دورهم في عملية تحرير الموصل؟ بصراحة هي من اجتماعوا مع الحوارات ويا المشتركة ويا الهاي، هم اخذوا حدهم يشاركون معكم الان في اليوم تصريح مسعود البرزاني قال اي بشمركه ما يدخل موصل، موصل هي الجيش العراقي مسؤول عليه، هم عندهم خطهم التماس. نعم. المناطق مالتهم اخذوها بشمركه دمهم. نعم. وقعدوا هسه بسواترهم وبمواضيعهم ورباياتهم. والبشمركه بعد ما يتقدم اللي قدام، اكو جيش عراقي واكو شرطه عراقيه واكو جهاز مكافحه الارهاب، هي تكمل المتباقي بالموصل. وكان دور بيشمركه ويا الجيش العراقي ويا الامن العراقي كان جيد كلش، وحد الان يعني ويانا احنا ما صدقنا هيك يصير صداقه بينهم. اول مره جيش عراقي مع بيشمركه تشارك خندق واحد تقاتل، اول مره اول مره كهدف واحد عدو واحد، هاي شيء كان يعني كل شيء جيد، يعني هاي صار تاريخ، صار تاريخ اليوم سيسجل هذا الموضوع، التاريخ يسجل. والسيد الرئيس مسعود البرزاني يعني متفائل حيل كان اليوم، وبكل قلب مفتوح يجاوب كل العراقيين وكل القناطات موجودين،
وهو حد الآن يمكن ما رايح بيته شايف من بداية العمليات حد الآن يفطر على مقاتل بيشمركة. نعم. أصغر بيشمركة دي يزوره يعني. نعم. شيء جيد يعني. شافوا القادة وياه شافوا يعني بدلا ما البيشمركة مالتها لابس مثل قبل ودي يفطر. نعم. على مقاتل بيشمركة. هاي الشان كله جيد. سؤال أخير سيادة اللواء، هل أنت متفائل في الأيام القادمة؟ كلنا رقي متفائلين لأن إحنا نريد نخلص من دواعش، وعراق وضعه الاقتصادي من وراء داعش نزلت وعالم مو مرتاح ببيوتهم، وإن شاء الله من تخلص كل ترتاح وسوق يصعد، اقتصاد تصعد، العقار تصعد، عالم ترتاح، عالم ما يبقى ولا علق. أمرنا من جينا الدنيا حد الآن كلها معارك في العراق. نعم، نتمنى السلام لأهل العراق جميعا. فات يوم شايفين يعني حرية لو شيل نفسهم، كلها معارك معارك. احنا نتمنى هاي أخير معركة تصير إن شاء الله، والعراقيين يرتاحون وبيوتهم ودائما يشوفون خير ويشوفون يعني شيء حلو فرح بقلبهم. نحن سيادة اللواء نتمنى لأرجاء العراق أن العيش بسلام، ونتمنى لجميع الدول العربية إنهاء هذه الحروب لكي يستطيع الناس العيش في بلادهم بشكل جيد وبشكل يعم فيه الرخاء والسلام كما يقال. كنت ضيفا عزيزا على برنامج على طاولة الحوار، ونشكر حضورك معنا اليوم. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، ونشكر ضيفي اللواء فاضل البرواري قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب. شكرا لكم، إلى اللقاء.